ايضا من اهم الاحداث المرتبطه بالبرنامج ان برنامجنا واحد من الناس ولاول مره يتحول من برنامج تلفزيوني الى مؤسسه خيريه. يعني يمكن كنا الاول بنعمل خير من خلال البرنامج ومن خلال تبرعاتكم للحالات، اصبحنا مؤسسه خيريه في 13 سبتمبر الماضي، وتم تشكيل مجلس امناء للمؤسسه، ورئيس الشرفي الدكتور احمد بهجت صاحب ومالك قناه دريم، وبيعاوني في مجلس الامناء معايا الاستاذ نيازي سلام نائب الرئيس ومجموعه كبيره من الشخصيات العامة. الحقيقة أنا كنت سعيد بإشهار مؤسس واحد من الناس الخيرية، لأن الحقيقة دي كانت بداية لعمل خيري كبير في مجال مكافحة الفقر وسجنات الفقر والعلاج لغير القادرين وتوفير الأكشاك وتوفير رؤوس الماشية ويعني وتعمير القرى الفقيرة. فأعتقد أن من أهم الأحداث بالنسبة لنا في هذا البرنامج هو إشهار مؤسسة واحد من الناس الخيرية. برنامج واحد من الناس كان نواة للمشروع، انا اعتقد ان شاء الله ان هو هيكون مفيد جدا للمجتمع المصري كله. احنا طبعا يعني عمرو ما شاء الله عليه يعني فتح مجالات كثيره جدا ما كانتش مطروقه حتى في الاعلام، وناس منسيه وناس يعني نقول انها شكواها لا تصل لاحد، فهو وجه النظر بتاع الناس وافاد ناس كتير جدا من خلال الزيارات الميدانيه. دي حاجه كويسه ان هو برنامج واحد من الناس وبيفيد الناس. هو نجح ان هو يعمل النشاط الحقيقه انساني جميل جدا، وبفضل تبرعات الناس والخدمات اللي قدموها برنامج اصبح ليه مشاهده عاليه جدا، وفي الريتنج من احسن البرامج الخدميه اللي بتقدم للناس. فبنحييه وبنبارك له على المؤسسه الجديده واحد من الناس، لانها مؤسسه في اعتقادي هيكون لها دور كبير جدا في تنميه كل الخدمات المطلوبه، وهو عامل ما شاء الله كميه مهوله من المشروعات يعني اللي هي ممكن يشتغل فيها. فانا متفائل ان هيكون نجاحه نجاح كبير جدا، واحنا هيبقى دورنا دور كاتاليست، عامل مساعد اضافي نساعد المؤسسه دي انها تنجح وتوصل للناس كلها وتفيد كل الناس، يبقى كل واحد من الناس فعلا في الاخر استفاد من وجود البرنامج بتاعه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا الحقيقه انا لا انسى فضل الدكتور احمد بهجت جدا في فكره اولا تبني تقديم برنامج واحد من الناس. عشان كده انا بتشرف واسمح للدكتور ان سيادتك تكون الرئيس الشرفي الاعلى للمؤسسه لدعمك واشرفك جدا جدا جدا. فاحنا عندنا الحقيقه اهداف كثيره يمكن موجوده حتى في اللي كتبه الاستاذ اخويا نيازي والاستاذ معز في الورقه بتاعت الجمعيه، زي المساعدات الاجتماعيه والخدمات الثقافيه والعلميه والدينيه والتنميه الاقتصاديه والانشطه الصحيه وتقديم المساعدات الماديه والعينيه في المناسبات. يعني احنا حاطين يمكن اغلب الانشطه اللي نتمنى ان احنا نقدر نوصل لها ونقدر نحققها.